الأحداث تسارعت في هذه المواجهة وانطلقت مبكرا منذ الثانية 48 جزءا من الثانية، حيث سجل بودولسكي أول أهداف الألمان في هذه المباراة الودية، هدف مقابل لا شيء. تبع هدف ثاني في الدقيقة الرابعة من لارس بندر بعد تمريرة من سام، تلتها أهداف أخرى لألمانيا، الثالث من بودولسكي في الدقيقة 17، ثم بندر من جديد يعود ليسجل هدف رابع لألمانيا في الدقيقة 24. هدفي الإكوادور سجلها كل من فالنسيا في الدقيقة 45 وأيوفي قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بست دقائق. ست أهداف كاملة كابتن حسام، كذلك كابتن محمد، في هذه المباراة الودية. هل استفادت منها ألمانيا أم الإكوادور كاستنتاج أولي؟ من من المنتخبين كان أكثر مفيد له هذا الاختبار؟ هو كل مباراة ودية يستفيد منها الفريقين، المدربين بصفة عامة. فيش مباراة ودية ما فيهاش استفادة. الشوط الأول كما قلنا كان المنتخب الألماني في فسحة، كان أقوى بكثير، كان لعب مباراة بكل جدية، بدأ المباراة بضغط عالي وسجل 4 أهداف في 20 دقيقة تقريبا. المنتخب الإكوادوري تفاجأ وكان أداؤه سيء في الشوط الأول. الألمان كان سيطروا